عارف فين واحد الملك تحدى الله وقال لي انت جمع الجيش ديالك وانا نجمع الجيش ديالي ونشوفوا شكون يربح. وهذا الملك هو النمرود. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في ثاني فيديو في قناه هيثم. شكرا على الدعم ديالكم، كومونتيرات زوينين، وغنبداو القصه على الملك النمرود. النمرود هو اول واحد حكم الارض من شرق الغربة، واول واحد تحدى الله ودعا الالوهيه. هادشي كامل جا بعد ما ربح بزاف الحروب وخلى المملكه البابليه هي اول مملكه تحكم الارض من شرقها لغربها. النمرود حكم 400 سنه. خلال الفتره ديالو كان عندك جوج اختيارات، يا تمشي معاه يا غتموت. والنمرود هو اول واحد تحالف مع الشيطان. بزاف منكم غايقول كيفاش، بقاو معايا وغتعرفوا. المهم واحد النهار النمرود كان جالس ومعاه الخدامه ديالو، شويه هو يتفاجئ دخل عليه واحد الراجل غريب عمرو شافوه في القصر. النمرود داك يقول في خاطره كيفاش هذا الراجل وصل عدي حتى لهنا وفات الحراس كاملين. فالنمرود سولو كيفاش وصلتي عدي، جاوبو الراجل وقال لي انا كديت وسمعت شي حراس يقولوا هذا القصر عايش فيه شي ملك عظيم، ولكن تفاجئت من دخلت لقيت بغى الوصل عيالات. فهنا الخدامه تفاجئوا قالوا كيفاش هاد السيد دخلت لغرفه النمرود وبدا كيعير فيه. النمرود تعصب بزاف وناض هز السيف ديالو وقطع الراجل الراس ديالو، وما الجنود يدوا ديك الجثه ويلوحوها عاد اسبوع حيت الحضاره البابليه كانوا معروفين بالسبوع. النمرود موقفش لنا وعطى امر الجنود ديالو باش يقتلوا كاع دوك الخدامات اللي كانوا معاه في الغرفه. واش عرفتوا علاش قتلهم؟ النمرود قوش ما كان متكبر، خاف من الخدامات لا يضيعوا الخبار وصورتو تقاس. بعد ما دازت 3 سوايع على الاحداث النمرود دخل الغرفه ديالو باش ينعس، فاذا به كيسمع واحد الصوت غريب كيقول النمرود قتلتيني وبغيتي تهنى مني. النمرود من تلفت كيشوف هذاك الراجل اللي قتل هو اللي كيدوي معاه. فالنمرود تخلع قال لي شكون انت؟ وقال لي انا هو الشيطان. قال لي علاش جيتي عندي اش بغيتي؟ جابوا الشيطان وقال لي عندي لك واحد العرض واعر. النمرود قال لي شنو هو هذا العرض؟ جابوا الشيطان وقال لي نوريك العرض ديالي، نوريك صورتي الحقيقيه. فاذا به كيرجع صورته الحقيقيه. النمرود من شافو تخلع، فضحك الشيطان قال لي هذا هو اللي حكم الكره الارضيه من شرق الغربه. النمرود ما جاوبوش. الشيطان قال لي العرض ديالي اللي جيت عليه هو نثبت لك الحكم ولكن بشرط واحد. النمرود بقى كيشوف فيه ما عرف واش يجاوبو ولا يهرب منه حيت كان باقي مخلوع. الشيطان قال لي حتى الشك باقي مخلوع، المهم العرض ديالي هو تزيد ليا وبالمقابل نثبت لك الملك ديالك. النمرود تزيد لي وكان هو اول واحد تسجد للشيطان. الشيطان ما حبسش هنا وبدا كيعلم النمرود السحر. المهم مشات سنين وجات سنين، فاذا بالنمرود واحد النهار كيحلم. الحلمه ديالو كانت هي انه شاف راسو راكب على واحد العود كحل ومضارب مع واحد العود اخر. شويه داك العود اللي مضارب معاه النمرود تحول ولا واحد الكوكب كبير وغطى الشمس. النمرود فاق من الحلمه ديالو ما فاهم والو، ومشى عند مفسرين الاحلام ديالو باش يفسروا ليه الحلمه ديالو. جاوبوه وقالوا ليه هاد الحلمه تفسير ديالها هي غيجي واحد الولد وغيحيد لك الملك ديالك. النمرود قال لهم كيفاش غيجي واحد الولد وغيحيد لي الملك ديالي؟ هذا باقي ما تزادش. فعطى امر للجنود ديالو باش يقتلوا اي دري تزاد ولا يلاه يتزاد. فهاد الايام داكشي اللي كان خايف منه النمرود هو اللي طلع. فهاد الفتره تزاد ابراهيم عليه السلام. ام ابراهيم عليه السلام من ساقط الاخبار ربات ابراهيم ورباته تخبيا تكبر. بعد ما كبر ابراهيم عليه السلام لقى باه كيعبد الاصنام، فبدا كيقنعو باش يتبع دين التوحيد، ولكن باه كان معكس. فابراهيم عليه السلام قال اش ندير اش ندير، ويطيح عليه واحد الفكره. الفكره هي يمشي عند النمرود ويقنعو بدين التوحيد، حيت الا امن النمرود اي امن بوش ابراهيم عليه السلام. المهم واحد النهار النمرود كان كيدور في جنابات القصر ديالو كيقول الحراس وكلوا الناس، الناس كتاكل والنمرود كيسول فيهم شكون هو الاله ديالكم. جاوبوه الناس وقالوا تا هو الاله ديالنا. والنمرود فرح وبقى كيسول الناس كثر وكثر، توصل عند واحد الدري وهذا الدري بالمناسبه هو ابراهيم عليه السلام. فسولوا النمرود شكون هو الاله ديالك، وحنا عارفين علاش ابراهيم جا عند النمرود، جا باش يقنعو بدين التوحيد، حيت النمرود الى واحد الله باش ابراهيم توا غير واحد الله. وما نخرجوش على الموضوع ديالنا نرجعوا باش نجاوبوا ابراهيم عليه السلام. قال ليه ربي يحيي ويميت. النمرود تصدم وتفاجئ في نفس الوقت، وحيت كان وسط القوم ديالو النمرود جاوبو انا احيي واميت، لا بغيتي الدليل ها هو. فامر النمرود الجنود ديالو جيبوا ليه جوج ديال السجناء. بعد ما وقفوا قدامو عطى امر الجنود ديالو باش يقتلوا واحد ويطلقوا واحد. موراها النمرود دار عند ابراهيم عليه السلام وقال ليه هذا طلقت وحييته والاخر قتلته. فجاوبوا ابراهيم عليه السلام
هذاك اللي قتلتي بغيتك تحيي. الناس من سمعوا هذا الهضره شدوا في راسهم قالوا هذا كيفاش ما خايفش من النمرود؟ النمرود ما كرهش يقتلوا في هذه اللحظه، ولكن الا قتلوا ايبان ضعيف قدام الشعب ديالو. النمرود تبع واحد التكنيك هو يبدل الموضوع، وقال ابراهيم عليه السلام زيد دوي لي على الاله ديالك. جابوا ابراهيم عليه السلام كل شيء وقال الاله اللي كنعبد كيجيب الشمس من المشرق، الا كنتي انت اله ديال بصح جيبها من المغرب. النمرود تصدم ما عرف باش يجاوب، وحنا عارفين ما يقدرش يقتلو، الا قتلو غيبان ضعيف، وخصوصا الناس كانت كتسمع. النمرود كان عنده حل واحد، هو يدخل القصر وحاني الراه. وبعد ما دخل النمرود بقى كيفكر شكون هو الاله ديال هاد الدري، واش عنده القدره يجيب الشمس من المشرق كل نهار؟ الصراحه خصني نشوف هاد الاله ديال ابراهيم، ماشي نشوفه صافي، خصني نقتلو. هنا النمرود طعم الوزير ديالو باش يبني لي واحد البرج طويل. مشات سنين ومشات سنين، البرج كمل. فالنمرود قال هادي هي ساعه الحسم، مشى هز واحد النبله طلع اعلى نقطه في البرج، وشد النبله اللي طلعها معاه وتيره في السماء، زعما بغى يقتل الاله ديال ابراهيم. مهم بعد ما تيره داك التيريه السهم ديال النبله هبط، ما هبطش كما طلع، هبط فيه الدم. فالنمرود من شاف الدم فراح وقال صافي تغلبش على الاله ديال ابراهيم. الغد ليه القوم ديال النمرود كان كيدير واحد الاحتفال، هاد الاحتفال هي كيخرجوا من المدينه وكيخليوها خاويه، بقاو عاطينا الشطيح ورديه وكيعبدوا الالهه ديالهم في الخلا. ولكن نسيت ما قلت لكم وان ابراهيم عليه السلام ما خرجش معاهم، حيت بقى في المدينه وقال لهم راني مريض، ولكن هو ما كان مريض لا والو، حيت من عرف القوم خرجوا كاملين مشى المعبد الكبير ديالهم اللي فيه الاصنام ودا معاه فاس، فبدا كيريف الاصنام الصغار. الصنم الكبير ما قاسوش، خلى لي الفاس باش ريب الاصنام الصغار. موراها ابراهيم عليه السلام رجع تكى في دارهم بانه مريض، والقوم رجعوا لقاو الاصنام مدمرين. هنا كان عندهم اليقين بان ابراهيم ولي دايره، ووصلت الاخبار النمرود. النمرود عطى امر الجنود ديالو باش يجيبوا ابراهيم عليه السلام. النمرود في خاطرو كان فرحان، اخيرا نتهنى من الدري اللي مصدع عليا راس. المهم الحراس ديال النمرود جابوا ابراهيم عليه السلام وقال لي اليوم نحكموك محاكمه عادله. الناس واقفه والكهنه واقفين وبدات المحاكمه. قالوا لي ابراهيم انت معروف كتعادي الاصنام اللي كنعبدو، ثانيا انت اللي بقيتي في المدينه بوحدك، يعني انت اللي ريبتي الاصنام ديالنا. ابراهيم عليه السلام جاوبهم فين لقيتو الفاس؟ قالوا لي لقيناه عند الكبير فيهم. قال لهم اذا هو اللي هرسهم. قالوا لي ما يمكنش يهرسهم حيت هو صنم. قال لهم نتوما كتعبدوا واحد ما قادر يهرسهم ما قادر يحميهم، فين هو اللوجيك؟ فالقوم ديال النمرود بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، قالوا ابراهيم عنده الصح، حنا كنعبدوا واحد ما قادر يحمي الاصنام وما قادرش يشهد في داك اللي هرس الاصنام، ان الاصنام ما نافعنا ما ضرنا. الواعره هي في هذه اللحظه قوم كامل هبطوا ريوسهم حشماني، تعرفوا ابراهيم عليه السلام على حق، ولكن واش يامنوا بالنبوه ديال ابراهيم والاله ديالو؟ القران كيقول لنا انهم ما امنوش، بالعكس زادوا في الكفر ديالهم. وخرج واحد الراجل من قوم ديال النمرود قال لهم واش تبقاو تفرجوا في داك اللي هرس لكم الاصنام ديالكم؟ خاصكم تاخذوا الثار ديالو وتحرقوا الطيف. يبارك كيقول لنا عبدوا الاله واحد وخلوا الاصنام ديالنا. هنا النمرود امر الجنود ديالو يشعلوا واحد العافيه اللي عظيم، وهاد العافيه كيقولوا ان الطير اللي داز فوق منها كيتشوى، وكانوا الناس ملي كيبغيو يزيدوا العواد فيها يستعملوا المجاليق باش يرميوا العواد في داك العافيه، يعني كانت عافيه عظيم. مهم جابوا ابراهيم عليه السلام داروه في المنجليق ولاحوه. ابراهيم غادي يطير في السماء وغادي العافيه نزل عليه جبريل عليه السلام قال لي صيفطني لك الله سبحانه وتعالى وقال لك يا ابراهيم واش باغي مني شي حاجه؟ جابوا ابراهيم عليه السلام وقال لي منك لا ولكن من الله اه. فهنا الله امر العافيه باش تكون بردا وسلاما على ابراهيم، يعني النار تبقى شاعله وكتاكل اي حاجه الا ابراهيم عليه السلام. ومشات ايام وجات ايام، قوم ديال النمرود كيتسناو العافيه طفى باش يشوفوا ابراهيم واش تحرك. المفاجاه هي ابراهيم ما تحركش. النمرود تعصب قال شكون هاد ابراهيم وهاد الاله ديالو اللي حاميه؟ عقلتو في البداية من دون على الشيطان؟ فهاد اللحظه النمرود مشى عند الشيطان قال لي لا سحر لا عافيه من فعاتني مع سيدنا ابراهيم عليه السلام، واش كاين شي حل ليه؟ جاوبو الشيطان قال لي ما كاين حتى حل، هذاك راه شيطان. النمرود جاوبو قال لي انت كذاب، كيفاش هذاك الشيطان هو كبر عندي في المدينه وكنعرف موباه؟ الشيطان ما قام يقول لي وصلت بحالو نظركم النمرود غير رجع الله؟ بالعكس عاد زاد تكبر وزاد في الطغيان ديالو. ولكن الواعره في هادشي كامل هي نعرفوا النهايه ديال المتكبر والجبار. نهايته بزاف كيقولوا انه في اخر العام ديالو دخلت لي دبانه لدماغه، ولات كدير لي طياره بزاف. تخيلوا معايا دبانه وسط راسو باينه كدير لي دزز، والواعر الواعر في هادشي هي كيمشي عند الحراس ديالو كيقول لهم ضربوني ببلغتكم باش تكالم عليا الدبانه. تخيلوا معايا اول واحد تحدى الله وكفر بالله وشعل العافيه، وفي الاخر ولا كيمشي عند الحراس ديالهم كيقول لي ضربوني ببلغه ديالكم، يعني لا اله الا الله القوي الجبار. هذه هي قصه النمرود، نتمنى تكون عجباتكم، وخليوا لنا التعاليق ديالكم في كومونتيرات والقصص اللي بغيتكم. السلام عليكم.